السلام عليكم. عظم الله أجركم، رحم الله شهداءنا وشهداءكم، يا رب يشافي كل الجرحى، ويا رب ينجي كل العالقين تحت الأنقاض. 6/2/2023، تاريخ حفر بذهن كل سوري ما عاد ينساه أبدا. أخذ أمه، أخذ أخته، أخذ أخوه، أخذ ابنه، أخذ عائلات، أخذ كبار، أخذ صغار. بتمام الساعة 4:17 فجرا صحين على رجات وصراخ من ناس ما هي طبيعية. فجر يوم الاثنين صحين على صراخ والدتي وهي عم بتقول هزة أرضية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما راح أحكي لكم التشتت اللي صار عندنا بالبيت. اللي رقد بده يضب أغراضه، اللي رقد بده ياخذ شاحنه تليفونه. الوضع لسه غير مسيطر عليه، يعني نحن لسه انا ما عارف انه هزه يعني اطلع من البيت ولا اخذ اغراضي، يعني لسه الانسان مو صاحي بشكل تام. والدي رقد، اخذ جوازات السفر، والدتي طالعت الهويات، الادويه، جهاز الضغط، انا ما عاد صحيت، شو بدي اخذ، شو بدي اجيب، بدي دقائق. وبعد الحمد لله رب العالمين وقفت هي الهزه. شقد ما شرحت، شقد ما قلت، هذا الانسان هذا الشعور اللي ما حس فيه صعب الشرح ابدا. لثواني محدودة بتحس حالك انه انت خلص، يعني ما شو بدي اعمل، يعني انا من مسافة من غرفتي لباب البيت انا كيف بدي اصل، ما بعرف. وبلشت تجينا الرسائل على الواتساب، وبلشنا نشوف الستوريات اللي بلشت العالم تحطها بالمحافظات الشرقية بتركيا، وبلشنا نشوف الاحداث اللي عم بتصير بحلب. فالحمد وشكر انا المحافظة اللي كنت مقيم فيها اللي هي انقرة بعيدة كليا عن المحافظات اللي تضررت. طبعا نحن وجعنا وجع اي شخص سوري، لكن انه الحمد لله رب العالمين انه كنا نحن كعائله بعيدين عن المشاكل اللي صارت، انه ما حدا بيتمنى لاله ولا لنفسه ولا لعائلته انه يتضرروا او يصيبوا مكروه. طيب مين عم نحضر هدول الفيديوهات وعم نتواصل مع اقربائنا، ان كان بحلب وان كان بالشام ولا كان باي محافظه ثانيه ضمن تركيا ضمن المناطق المنكوبه، لوقت ما صارت الساعه 10 الظهر. هون الامور تطورت كثير، بلشنا نشوف فيديوهات مرعبه كثير، بلشنا نشوف الخراب اللي عم بيصير، بلشنا نشوف البنايات عم بتطب بنايه ورا بنايه. بلشت الجمعيات الخيريه اللي تابعات عندنا بالمحافظه الله يجزيهم الخير مباشره اعلنوا عن حملات تبرع للشمال السوري. وبلحظه مباشره تحركنا نحن ونخبر من الشباب السوريين الله يجزيهم الخير بجمع التبرعات، ان كان من البسه وان كان من احذيه ولا ان كان من بطانيات وان كان من معلبات او اكل، نجمعهم حتى يصلوا لاخواننا بالشمال السوري. الوجع كبير، الازمه كبيره، المصايب كبيره. على حسابي على الانستغرام بلشت تهدر الرسائل، وبلشت العالم تسال عن اقربائها اللي انفقد، اللي راحت عليه البناية، اللي ضاع، اللي هن عم ينزلوا اثناء الزلزال ضاعوا منهم اولادهم، اللي نزلت عليهم واقربائهم بغير بلد عم بيسالوا عليهم. وتحولت هي المنصه لمنصه العثور على المفقودين. بفضل ما رب العالمين كثير قدرنا نساعد ناس، كثير اجتنا طلبات من ناس ان نساعدهم، قدرنا قدر المستطاع ننشر ونساهم لحتى نقدر نوصل ان كان ام لبنت مفقوده او كان من امراه
لبنتها لاولادها زوج لزوجه، قدرنا قدر المستطاع ننشر لحد هي اللحظه عم ننشر ونساعد اصدقائي. اي حدا بيقدر يساعد لا يتوانى ابدا، اي حدا بيقدر يقدم يد العون ما يتوانى ابدا، ولو شو ما كانت تكون الاعانه، ممكن تكون اعانه كبيره. ما قدرت تعين باي شيء، ممكن تساهم بشيء، بنشر اي شيء، بمساعده اي شيء، لانه الوضع جدا بحاجه للمساعده. لحد هي اللحظه، لحد هي الساعه، في ناس كثير تحت الانقاض. مع الاسف ثلاثه من اصدقائي توفوا، في اثنين منهم مفقودين، في شخص هو وعائلته واولاده تحت الانقاض. قرات كثير من التعليقات عبالي اطلع احكي لنا شو صار معك بعد الزلزال، فحبيت اعمل هذا الفيديو حتى اوضح لكم فتره غيابي، فاوضح لكم كل شيء صار معي. الحمد لله انا بصحه وعائلتي كلياتهم بصحه وبسلامه. مثل ما قلت لكم نحن المكان اللي نقيم فيه انا بعيد عن الزلزال اللي صار. بدي اترحم على كل الشهداء، كل الشهداء وكل الضحايا اللي راحوا في هذا الزلزال. كل شيء شخص فقد حدا من عيلته، فقد حدا من أقربائه، فقد حدا من أصدقائه، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإنسان دائما عليه الرضا والقبول. الحمد لله على الصحة والسلامة، ويا رب أنتوا أهلكم ضلوا سالمين. ما رح طوي أكثر من هيك بالفيديو. بدي أقولكم ديروا بالكم على حالكم، ديروا بالكم على أهلكم. سلام. موطني موطني الجلال والجمال والثناء